تلعب بعض مؤسسات المجتمع المدني دورا هاما في حماية الأطفال المتخلى عنهم وتوفر لهم التنشئة الاجتماعية الضرورية للتكيف مع التحديات التي قد تواجههم في الحياة. حضانة طنجة تعتبر واحدة من هذه المؤسسات التي تساهم في التكفل بالرضع والأطفال المتخلى عنهم وتعمل على تأمين حياة كريمة لهم. التفاصيل في هذا الروبورتاج مع إدريس بوسرحان. حضانة طنجة مؤسسة اجتماعية ذات منفعة عامة تأوي أزيد من 80 طفلا أغلبهم من الرضع المتخلى عنهم و19 طفلا في وضعية إعاقة. بهذه الحضانة تمد يد الرحمة والعطف لهؤلاء الأطفال من طرف أطر متخصصة من مختلف ميادين الرعاية الاجتماعية. حضانة تحتوي على مرافق متعددة صحية وتعليمية وترفيهية تساهم في نشأة هؤلاء الأطفال في مناخ جيد وسليم. بالنسبة للرضع دائما كنحط لهم على عائلات اللي كتكفل بهم، ولكن بالنسبة للأطفال اللي هما ذوي الإعاقات اللي وصلوا 19 طفل وطفلة مازالين معنا في المؤسسة، وكنتمناو إن شاء الله الحلم ديالنا يتحقق هو أن الحضانة القديمة نخصوها نهد الأطفال ذوي الإعاقات. ديما كنطرقوا أبواب وكنفتشوا على حلول، الحل ديما اللي كيبان لنا بغات عيننا القريب، لأن ما بقاش عندنا السيولة في البنك. أول حاجة كنخموا فيها هي نعملوا حفل خيري اللي كندخلوا البهجة والسرور على الناس، ولكن هما كيدعمونا ماديا باش نعاونوا في التسيير ديال المركز. الحفل السنوي يعد مناسبة لجمع التبرعات التي تغطي جزءا من الحاجيات اليومية لرضع وأطفال الحضانة، حفل يحضره ثلث من الفنانين والرياضيين وعدد من المحسنين الذين يؤمنون بنبل العطاء والتضحية من أجل هؤلاء الأطفال. مجموعة من الفنانين يحضرون معنا الليلة، حضروا بكل أريحية بكل تطوع، لأن أهداف هذا العمل هي أهداف نبيلة وتعكس القيم الجميلة والرائعة، قيم التكافل، قيم التضامن، القيم التي تربينا عنها بهذا الوطن. وهذه قضية إنسانية، قضية أبنائنا اللي كنبغيوهم بزاف واللي خصنا نوقفوا معاهم وندعموهم بالقليل وبالكثير كذلك. هذا مجهود جبار لما كتحتضن الأطفال، فالإنسان لما كيكون غير عنده غير طفل واحد تبارك الله يعني خصو بزاف وبزاف وبزاف، فما بالك لما كيكون إنسان كيجمع واحد المجموعة ديال الأطفال اللي متخلى عنهم. وتعتبر حضانة طنجة نموذجا متميزا للمؤسسات التي ترعى الأطفال المتخلى عنهم وتقدم لهم يد العون منذ ولوجهم إليها رضعة إلى حين خروجهم منها مكفولين أو مواكبتهم بالتربية والرعاية حتى النضوج.